طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا بالمحاضرة السابقة بدينا بموضوع شابتر جديد اللي هو الريكتيفاير. شرحنا الريكتيفاير وشلون نقسمه الكلاسيفيكيشن حسب الأنواع حسب طريقة الكنترول، وقسمنا إلى ان كنترول إذا كان دايود، ان كنترول ريكتيفاير، كنترول ريكتيفاير. الكنترول ريكتيفاير قلنا يا أما فولي كنترول إذا فقط فايرستر، أو هالف كنترول إذا كان فايرستر ودايود تستخدم بعملية الريكتيفيكيشن. جينا قلنا أكو أنواع أيضا قسم حسب الفيز، سنجل فيز، فري فيز، وأيضا حسب اللود. عندنا هسه اللي هو بالمحاضرة السابقة شرحنا السنجل فيز كنترول ريكتيفاير، وأخذنا أول نوع اللي هو سنجل فيز هالف ويف. شرحنا شنو الهالف ويف، شنو الفول ويف، وأيضا شنو الهالف كنترول في الكنترول. شرحنا النوع الأول اللي هو هالف ويف استخدام فيرستر واحد، قلنا خلال الجزء الموجب للموجة البوزيتيف سايكل. انطي الفيرستر راح تكون بطيئة، هنا انود بطيئة موجب على الانود بالنسبة للكاثود. فانتظر اذا اجت لي نظرة او اشارة على الكنترول راح يشتغل وينطيني بطيئة على الاوتبوت. فبعد زاوية معينة اللي هي الفا الثيرستر راح يشتغل وراح يمرر لي الفولتيه. هنا قلنا يمرر الفولتيه، يمرر فقط الجزء اللي هو من الالفا، لانه هنا عمليه سينكرونايزيشن بين دائره كنترول ودائره الباور. فهذه الاشاره هي جايه مسلطه على الثيرستر، والثيرستر في حاله اوبن. شو وقت ما يغلق الثيرستر راح يمرر فقط الجزء اللي مسلط عليه في هذه الاشاره فقط حسب الزمن. فهنا الالفا اذا كانت صفر راح يشتغل كانما ينطي الموجه كانما دايود، يعني انه الاوتبوت ما تنفذ اوتبوت دايود، يعني يعطي البوزيتيف سايكل كلها. حاله النيجاتيف قلنا احنا الفيرستر والدايود هو يوصل باتجاه واحد ان دايركشنال سويتش. فالجزء السالب اصلا ما راح الشرط الاساسي ما راح يتحقق لي، هي ما راح هنا تكون موجبه وهنا سالبه، فراح يكون صفر. فهذه في حاله فقط مقاومه. هنا الناتشرال كومبيتيشن فورس كومبيتيشن، وحسبنا الفي اوتبوت افريج والاي اوتبوت افريج فقط في حاله مقاومه قلنا، والفي اوتبوت ار ام اس والاي اوتبوت ار ام اس. قلنا في حاله اذا ربطنا على الدائره اللود كان هو عباره عن ار ال لود، يعني محافه ومتسعه، العفو محافه ومقاومه على التوالي، ريزيستيف اندكتيف لود. خلال الجزء الموجب نفس مبدأ العمل، راح تظهر لي فولتية الأوتبوت ابتداء من قيمة ألفا، قد قيمة ألفا 30 40 60 وهكذا لحد الصفر. بس قلنا هنا ليش يظهرنا الجزء السالب؟ لأنه أول شيء المحافة تتأخر عن التيار، يعني العفو التيار بالمحافة يتأخر عن الفولتية. يعني مثلا لو تبدي بصفر الفولتية، التيار المحافة يجي بزاوية اللي هي الفاي اللي هي تان انفرس اوميجا على ار. فهنا أنا ما مبينه لانه عنده قيمة الفا، اللي اذا كانت الفا قيمة صفر راح نبين انه التيار يتأخر عن الفولتية. فانه التيار بعد فترة الفولتية تصير صفر عند الباي، وراح تبي عند من الباي تو باي تنعكس، بينما التيار بعد ما بصفر، يعني التيار اصلا متأخر. فالمحافة بعد بها تيار جاي انه تحاول تفرغ تيارها الى ان يوصل للصفر. فهذا جزء تيار موجود، تيار على اللود. هذا التيار انه المحافة جاية تفرغ شحنتها، فراح تنعكس الفولتية، راح تظهر لي فولتية سالبة على الاوتبوت. هذا الجزء قلنا هذه الفولتية غير مرغوب بها، وشلون نتخلص من عتها قلنا هسه راح نشرحها في هذه المحاضرة. قلنا نربط دائرة فريوينج دايود، اشتقينا اللي هو البي اوت بوت افريج والاي اوت بوت افريج، كذلك البي اوت بوت ار ام اس والاي اوت بوت ار ام اس. حاليا هذه الموجه في حاله اللود ار ال. البي اوت بوت شلون راح يكون؟ راح يكون من الفا الى بيتا حدود التكامل، لانه ظهر لي هذا الجزء السالب. قلنا هذا الجزء السالب ليش ما مرغوب به؟ لانه من ناخذ الافريج هذه موجبه وهذه سالبه راح يقل فولتيه الافريج. يقول واحد على 2 باي من الفا الى بيتا Vm ساين اوميجا تي دي اوميجا تي، راح يعطيني Vm على 2 باي كوساين الفا ناقص كوساين بيتا. والاي اوتبوت افريج اللي هو في اوتبوت افريج على ار، اذا كانت قيمه المحافه قليله جدا يعني اذا همنا، بس اذا ما همنا راح يختلف التيار التيار بالمحافه كتيار اوتبوت افريج او الاي اوتبوت ار ام اس. في حاله وجود محافه راح نشتق التيار اليه، التيار يكون خاص
يعني مو انه اقول في اوتبوت لا يصح في حاله وجود محاثه ومقاومه، يعني اللود ار ال ما يصح انه نقول تيار الاوتبوت اذر في اوتبوت على ار او في اوتبوت ار ام اس على ار. هذه هنا انا قلنا فقط اذا قيمه ال اعتبرناها صفر. في اوتبوت ار ام اس اللي هي هم ايضا شرحناها، 1 على 2 باي من الفا على بيتا في ام ساين اوميجا تي سكوير الكود تحت الجذر، هذا القانون مالته. نبدي محاضرتنا هذا اليوم اللي هي اللود ذا لود كارنت ار ام اس، تيار اللود في حاله وجود محاثه ومقاومه. شلون راح يتكون؟ يتكون عندي من تو كومبوننت بصوره عامه كتيار ار ام اس او كتيار. الستيدي ستيت كومبوننت اللي هي الاي اس راح تكون قيمتها في ام على تحت الجذر ار سكوير زائد اوميجا ال، يعني الفي ام على زد في ساين اوميجا تي ناقص فاي لانه التيار يتاخر عن الفولتيه. هذا نسميه مركبه ستيدي ستيت، تيار اللي هو ستيدي ستيت. الفاي اللي هي تان انفرس اوميجا ال على ار، والزد اللي هو تحت الجذر ار سكوير زائد اوميجا ال سكوير، هذه عوض عن زد. المركبه الثانيه اللي هي مركبه الترانزيانت كومبوننت، لانه المحاثة والمتسع الشحن ما تصير اكسبونشالي، عناصر خازنة للطاقة وتعتمد على دائما تكون بها يعني شحنة مخزونة انيشيال، وايضا انه تشحن اكسبونشالي. فالترانزيانت كومبوننت تكون ار اي تي اللي هو اي ترانزيت زائد ال دي اي باي دي تي، هذا اخذناها بالترانزيت مادة الدوائر. فإذا أحلها بديفرنشال إيكويشن فراح يصير اي تي تيار الاي تي يساوي اي اكسبونشال ماينس ار على ال في التي، هذا تيار التي. فالتيار كل شيء يساوي هنا تيار الاوتبوت الكلي اي اس زائد اي تي اللي هو اي اس هذا، والاي تي هاي المركبه. الاي اس اللي هو في ام على زد، في ام على زد ساين اوميجا تي ناقص فاي، والاي تي اللي هو اي اكسبونشال ماينس R على L T، لذلك تيار يحتوي على مركبة exponential، لذلك أنه يبي التيار يكون شكله بهذا الشكل، مو مباشرة نفس شكل الفولتي وإنما بهذا الشكل، هاي يبي exponential. فهذه مركبة التيار. حاليا عندي بهذه مركبة التيار أي مجهولة، إيش راح أسوي حتى أحسب قيمة الأي؟ أقول أنه قيمة التيار أوميجا تي عند الألفا راح أساوي أنه صفر، اللي هي عند لحظة الألفا قيمة التيار، هذا قيمة التيار عند الألفا قيمته تكون صفر. فالتي ايش راح يساوينا؟ اللي هي أوميجا تي يساوي ألفا، التيار يكون صفر، تي يساوينا ألفا على أوميجا والتيار قيمته صفر. فهذا التيار راح أقول قيمته صفر عند شنو؟ عند زمن يساوينا ألفا على أوميجا. راح أشوف بدل كل ألفا عوض العفو بدل كل تي عوض ألفا على أوميجا. فهنا التيار راح يساوي صفر في ام على زد على زد ساين اوميجا تي، التي هنا عوض الفا على اوميجا راح تختصر الاوميجا ناقص فاي زائد اي اكسبونشال ناقص ار على ال في التي، هنا تي اي 1 عوض الفا على اوميجا. هذه المعادله في ام على زد، هذا التيار عوض ناقص صفر ساين الفا ناقص فاي. ليش الفا؟ قلنا هنا عوض بدل الاوميجا تي بدل تي الفا على اوميجا، الاوميجا تختصر بس وهي مقام يبقى بس الالفا ناقص فاي زائد اي اكسبونشال ناقص ار الفا على ال في الاوميجا، لان عوضنا بدل التي بدل هذه التي الفا على اوميجا. هذه المعادله ارتبها انقل هذا الجزء للطرف الاخر واقسم، فراح يصير عندي اي يساوي لنا ماينس في ام على زد ساين الفا ناقص فاي اكسبونشال ار على ار في الالفا على اوميجا في ال. عوض هذا في المعادله الاصليه اللي هي هذه، عوض الاي هنا في هذه المعادلة، راح يصير عندي معادلة التيار ال I output RMS تيار الفي اللي هو تيار اللود في حالة الحمل يكون RL VM على Z sin omega T ناقص phi ناقص VM على Z sin alpha ناقص phi في exponential R على omega L في alpha ناقص phi. هذا التيار هسه حاليا إذا أردت طلبت منك بالسؤال انه اريد تيار الاوتبوت افريج، ايش راح اجيب؟ اجيب معادله التيار اللي اشتقيتها كامل من الفا الى بيتا، ونحسب البيتا حسب القوانين ان شاء الله راح ناخذها بحساب التيار الكونتينوس والديسكونتينوس
من اكمل كل الانواع، بعدها اجي اناقش تيار continuous او discontinuous ومن خلالها اقدر احسب. وايضا تيار الاوتبوت ار ام اس ايضا احسبه بهذه الطريقه، يعني هذا التيار حاله اللود في حاله الار ال. هذه معادله التيار، هذه بعدين اكامله شنو اريد انا، راح على الاساس هذا راح اكاملها واحسب التيار. قلنا انه هذا في حاله الار ال هذا جزء ما مرغوب به، اريد اتخلص من عنده، جزء سالب لانه جاي قليل لبطيه الافرج. ايش راح اسوي؟ راح نربط دايود نسميه فريونينج دايود، هذا اللي هو فقط في حاله الحمل يكون ار ال، في حاله ار ما عندنا مشكله، بس في حاله ار ال راح يظهر الجزء السالب. حتى اتخلص من الجزء السالب راح اربط هذه الدائره مع دايود نسميه فريونينج دايود، هذا الدايود راح اربطه على التوازي مع يعني بصوره معكوسه على التوازي مع اللود مع الحمل. هذا راح يقلل لي انه يلغي لي شو اسمه الفولتيه اللي هي تظهر لي بالجزء السالب، يعني الجزء اللي يظهر بالجزء السالب راح يلغي لي اياه، فراح يسميها فري ويننج دايود. هذا الدايود راح انه هذه نفس الدائره مالتي، هذا الفي انبوت، هذا الثيرستر، وهذا اللود اللي هو الار ال. قلنا انه المحافه شحنتها بعدها جايه تفرغ شحنتها، والثيرستر انطفى فراح يظهر عندي جزء سالب. ليش؟ لانه المحافه جايه تفرغ شحنتها، الفولتيه تنعكس راح يظهر الجزء السالب، فهذا الجزء السالب راح يظهر، وهذا الجزء السالب غير مرغوب به اللي يتخلص من عنده. ايش راح اسوي؟ اربط دايود على التوازي ويا الحبل. لما يشتغل الثيرستر بصوره طبيعيه، يعني الثيرستر يكون تيرن اون، فالتيار جاي من خلال الثيرستر واللود اللي هو الار ال يروح للمصدر بصوره طبيعيه. هذا الدايود شنو راح يكون؟ راح يكون اللي هو في حاله ريفيرس، يعني ما طفي، في حاله بلوكينج. ليش؟ لانه الفولتيه هنا موجبه هنا سالبه، لازم يكون هنا موجب وهنا سالب بالعكس. يعني حتى يشتغل هنا في حاله كانت الفولتيه هذه موجبه هذه سالبه، يعني بحاله البوزيتيف سايكل، حاله البوزيتيف سايكل ما تموجه، هذا الثيرس راح يشتغل لان هنا هذه موجبه وهنا اصلا سالبه الفولتيه، فراح يشتغل وراح يمر التيار خلال الار ال ويرجع للمصدر. هنا الفولتيه المسلطه على الدايود معكوسه، فما راح يشتغل الدايود خلال البوزيتيف سايكل. خلال النيجاتيف سايكل ايش راح يصير عندي؟ قلنا انه يظهر لي جزء سالب هنا لانه التيار راح ينقطع من راح ينقطع من اللود، فولتيه المحافه راح تكون صفر. فهنا أنا فقط العكس، فولتيه المقاومه المحافه بعدها تيارها ما صاير صفر، جاي تفرغ شحنتها، فراح تنعكس الفولتيه عليها فيظهر الجزء السالب اللي هو الجزء السالب الموجود يعني بالنيجاتيف سايكل. بالنيجاتيف سايكل لما تجي هذه حاله النيجاتيف سايكل قلنا الثيرس راح ينطفي لان هذه انعكست الفولتيه، هذه صارت هنا سالبه، انعكست الفولتيه، هذه صارت سالبه وهذا موجبه، فهذا انطفى، صار يعني سويتش مفتوح. هنا الفولتيه هسه شنو صارت عندي؟ انعكست هذه الفولتيه موجبه سالبه. اذا في حاله النيجاتيف سايكل اللي هي في حاله الجزء السالب مو هذا الموجب، في حالة نيجاتيف سايكل لما تجي فولتية سالبة، في حالة نيجاتيف سايكل الثيرستر أصلا راح ينطفي، بس إن بسبب وجود المحافة راح يظهر لي جزء قليل بجزء السالب فولتية، هذه أريد أتخلص من عتفة، راح أربط دايود بهالشكل هذا. بالنيجاتيف سايكل راح يشتغل الدايود لأن راح تكون هذه الفولتية موجبة هذه سالبة، يعني انعكست هذه الفولتية صارت موجبة وهنا سالبة. فما راح يشتغل الدايود المحافة اللي هي شحنتها، يعني بعدها جاءت تفرغ تيار مالتها شحنتها، راح تفرغها خلال الدايود، فراح يعني بهالشكل هذا، هالشكل راح تفرغ شحنتها يعني خلال الحمل. فالدايود هنا نسميه فري ويلينج دايود، احنا الدايود وظيفته انه يصير عملية فري ويلينج، يعني كانما ويلينج يعني كانما مسار حر نسميه او مسار مغلق حر، انه هذا جاي شو اسمه يخلي لي انه يصير لي مسار للتيار حتى اتخلص من التيار المحافي. وايضا هنا الفولتيه على اللود ايش راح تكون قيمتها؟ نفسها فولتيه الدايود اللي هي 0.7، فهنا هنا كانه ما يبين عندي فولتيه على الاوتبوت اللي هي 0.7 او قيمتها صفر، قيمتها قليله، ف
هنا راح تخلص من الجزء السالب. ليش تخلص من الجزء السالب؟ لان الفولتيه راح تكون هي نفسها فولتيه، الفولتيه المسلطه على اللود هي نفسها فولتيه الدايود اللي هي 0.7، وليس فولتيه المحادثه. والمحادثه حسب الشحن مالتها ممكن فولتيتها تكون عاليه اذا كانت قيمه التيار، يعني قيمه المحادثه او الشحن مالتها يكون عالي، فراح تكون قيمتها عاليه. بينما حتى لو كانت قيمتها عاليه ما راح يظهر الجزء السالب، لان الفولتيه على الاوتبوت راح تكون اللي هي 0.7 او 0.3. هذا الهدف من الفري ويننج دايود، قلنا انه هذا الجزء السالب، نخلص من هذا الجزء السالب. هذا الجزء راح تخلص من عده. شلون تخلص من عده؟ قلنا نربط الدايود بالعكس، اللي راح تظهر الفولتيه على الاوتبوت اللي هي 0.7 بالسالب. 0.7 قيمتها كلش قليله مقارنه من هذا، من هذا الفولتيه. هذا الفولتيه ممكن يكون 20 30 حسب قيمه المحادثه، او اكثر حسب قيمة أو زمن شحن المحادثة. وبالتالي إنه هذا الجزء ما راح يظهر تخلص من عنده عن طريق اللي هي دائرة الفري ويننج دايود. أربط دايود على التوازي بصورة معكوسة مع اللود، هذا أربطه بصورة معكوسة. خلال الجزء الموجب راح يشتغل الثيرستر، راح يمر التيار بهالشكل هذا. خلال الجزء السالب راح ينطفي الثيرستر، بس قلنا المحادثة راح بسبب وجود يعني المحادثة وبها شحن تحاول تفرغ شحنتها، فراح يظهر لي جزء سالب. ليش؟ المحادثة أثناء التفريغ راح تنعكس الفولتية مالتها. وبالتالي هنا أنا إذا ربطت دايود راح إنه بهالشكل هذا راح يشتغل خلال الجزء السالب، يعني هنا راح يكون موجب وهنا سالب، فراح يصير عملية فري ويلينج على اللود. فري ويلينج، وبالتالي راح تظهر لي فولتية هنا أنا اللي هي سالب، بس تكون قيمتها 0.7، وراح اتخلص من الجزء السالب او اتخلص من فولتيه المحادثه. اجي اشوف الرسم في حاله الفري ويننج دايود، لاحظ انه في حاله الفري ويننج دايود اتخلصنا من الجزء السالب. كان اكو جزء سالب هالشكل هذا، بس ما ربطنا الدايود، عاد تخلصنا من عده. تخلصنا من عده شلون؟ لانه ظهرت على الاوتبوت فولتيه اللي هي قيمتها كلش قليله، أقل بهالشكل هذا، قيمتها جدا قليلة اللي هي تمثل لي الـ 0.7 أو 0.3. قيمة الـ 0.7 مقارنة ويا فولتية إذا كانت 220 أو أكثر أو عالية راح تكون قيمتها لا شيء. فتخلصت من الجزء السالب عن طريق الدايود، بينما التيار راح إنه يصير صفر طبيعي، ياخذ إنه مسار مالته شو اسمه فري ويلينج، يعني إنه يفرغ المحادثة تفرغ شحنتها خلال اللود عن طريق الدايود. لاحظ انه كانت عندي على نفس الزمن هذا اللي هو البيتا، هذا البيتا راح كانت عندي تظهر لي فولتيه جزء سالب، بس بسبب وجود دايود قدرنا نتخلص من هذا، لان هو الفولتيه راح تكون 0.7 قيمتها جدا قليله، فما راح تظهر لي على الاوتبوت. فقلنا انه هذا الدايود راح انه التيار راح يفرغ فرغ شحنته، المحادثة فرغ شحنتها، والتيار راح يمر خلال مسار الدايود هذا دائرة مغلقة إلى أن يصير صفر، والفولتية راح تظهر الجزء سالب قيمته 0.7. فهنا التكامل ما راح يظهر الجزء السالب، يعني ما راح من كانت في حالة وجود محادثة كنت أكامل من صفر، العفو من ألفا إلى بيتا، بس إذا ربطت فري ويننج داش راح أكامل من ألفا إلى باي، لأنه جزء سالب اختفى بالنسبة للفولتية. بالنسبة للتيار لا، راح يبقى من ألفا إلى بيتا. بالنسبة للفولتية التكامل مالتها في أوتبوت أفرج واحد على 2 باي من ألفا إلى باي في إم ساين أوميجا تي دي أوميجا تي، راح يصير عندي في إم على 2 باي واحد زائد كوسين ألفا. ولاي أوتبوت إذا قلنا إنه قيمة محادثة قليلة راح يكون في أوتبوت على آر، بس إذا قيمتها لا كبيرة راح ناخذها بعد حالة كونتينوس ديسكونتينوس، راح إنه راح يكون تكامل مالتها من ألفا إلى بيتا. هذا جزء مات الموجة، إنه في حالة فري ويننج دايود جزء السالب راح يختفي والمحادثة تبقى تكاملها من ألفا إلى بيتا. نيجي للنوع الثاني اللي هو سينجل فيز فول ويف. النوع الأول خلناه هالف ويف. هالف ويف قلنا شنو؟ ريكتفاير قانون فقط الجزء البوزيتيف سايكل، والنيجاتيف سايكل راح يلغي. فراح ناخذ بالحالة النوع الآخر اللي هو سينجل فيز فول ويف كنترول ريكتفاير، مو هالف ويف، فول ويف. الفول ويف بنوعين، النوع الاول يا اما باستخدام السنتر تاب ترانسفورمر
اللي هو single phase full wave control rectifier using center tap، والنوع الآخر اللي هو باستخدام البريدج bridge principle. هذا النوع انه راح استخدم محاولة نسميها center tap transformer، استخدم وياها two thyristor. التو ثايرستر مربوطات يعني بيناتهم فيز شيفت 180، هسه راح نشوف شلون مربوطات بهالشكل. هذه محاولة نسميها سنتر ترانسفورمر، بها ثلاث أطراف اللي هي يعتبر بوزيتيف، هاب بوزيتيف، هاب نيوترال. إذا دائما بهذه المحاولة هذا النوع، إذا أخذنا هذه الفولتي مثلا جاي نسبة التحويل من 220 إلى 12، إذا أخذت الموجب ويا يعني هذا الموجب ويها بنيوترا راح مثلا تعطينا 12، وهذا ايضا تعطينا 12، بس اذا اخذتها سي ويا دي راح يعطيني 24 حسب نسبة التحويل. فهذه المحادثة العفو هذه المحاولة نسميها سنتر تاب، راح اربط ثايرستورين بيناتهم فيز شيفت 180 بهالشكل هذا. هنا على طرف السي راح اربط ثايرستور الاول بهالشكل هذا، وعلى طرف الدي راح اربط الثايرستور الثاني، وهنا على طرف الان راح اربط اللود مات سواء اكون مقاوم او مقاومه محاذة، فراح يكون الربط مالتي بهالشكل هذا اللي هو انه التو ثايرستر او تو فولت. اكو عندي تو فولت بيناتهم 180 درجه اللي هو هذا ويا هذا بيناتهم فيز شيفت 180 درجه، فراح اربط ثايرسترين واحد على السي وواحد على الدي، واللود مالته راح يكون من الثايرستر الاول او الثايرستر الثاني راح يمرر بالنسبه للنيوترال نسميها باي فيز هذا او اوتو ترانسفور العفو سنتر تاب ترانسفورمر او باي فيز سورس. هذه بهالشكل هذا. هسه راح اشرح مبدا عملها. خلال الجزء الموجب حتى تبان عندي فولتيات، عندي هذه اللي هي الفي انبوت، هذه الفي انبوت هذه اللي هي نفسها راح بس انه اخفض الفولتيه او احولها ترانسفورمر، اللي هي راح تظهر لي، راح يظهر لي جزء موجب اللي هو هنا أنا على السي، على السي راح يظهر لي جزء موجب، وعلى الدي راح يظهر لي جزء سالب. اوكي، يعني معكوسة بيناتهم 180 درجة بين السي والدي، واضح؟ هاي بين السي والدي انه راح تكون عندي الفولتية معكوسة. فخلال الجزء الموجب اللي هو هذا الجزء، خلال هذا الجزء راح تكون هنا الفولتية على السي موجبة وفولتية على الدي سالبة. فالثايرستر الأول راح تسلط عليه فولتية هنا موجبة وهنا سالبة، الشرط الأساسي اللي هو الأول تحقق. هنا راح تظهر لي بالعكس، فولتية سالبة هنا، فولتية موجبة بهالشكل هذا. الثايرستر الأول راح يشتغل إذا لأنه الشرط الأساسي تحقق، مجرد ما أنطي إشارة كنترول راح يشتغل. الثايرستر الثاني حتى لو أنطي إشارة كنترول ما راح يشتغل لأنه الشرط الأساسي ما تحقق، فهذا خليه عليه علامة إكس، هذا ما راح يشتغل عندي، عندي فقط هذا. فهذا شو وقت يشتغل إذا أنطيته زاوية قدح أو إشارة كنترول عند قيمة زاوية معينة عند ألفا، فعندي الألفا راح أنطي يعني أنطي بلس، فهذه البلس راح يشغل الثايرستر. من راح يشغل الثايرستر راح يمر التيار، التيار راح يمر خلال من طرف السي خلال الثايرستر، وين راح يروح؟ هنا ما راح يمر اصلا هنا لانه هو الثايرستر مطفي، فراح واصلا الثايرستر حتى لو فرضنا كان مشتغل انه يعني لو فرضنا هي هاي ما يصير فرضيا، بس ايضا ما راح يمرر، ما راح يمر التيار بالشكل هذا، وانما راح يمر هنا خلال اللوتر. فهسه حاليا هنا فولتية موجبة، اشتغل الثايرستر الأول، الثايرستر الثاني انطفى، فالتيار راح يمر من سي، يمر بالثايرستر الأول، يرجع يروح خلال اللود، يجي للنيوترال. صار عندي دائرة مغلقة، يعني هذا مصدر هنا موجب، وهنا سالب على النيوترال، سالب، صارت عندي دائرة مغلقة، وفولتية الأوتبوت راح يكون هنا موجبة، دخل التيار وهذا سالبة. والتيار بهالشكل هذا، هذه خلال البوزيتيف سايكل، لاحظ انه خلال البوزيتيف سايكل صار عندي بهالشكل هذا. خلال النيجاتيف سايكل هسه راح اجي، خلال النيجاتيف سايكل، خلال البوزيتيف سايكل اشتغل عندي ثايرستر الاول قوي من الموجه اللي هي البوزيتيف سايكل. خلال النيجاتيف سايكل ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هنا يكون سالبه، وهنا ايش راح تكون عندي؟ بالعكس راح تكون عندي موجبة.
فإذا هذه سالبة، إيش راح يصير عندي هنا؟ هذا سالب، هذا موجب، هذا الشرط الأساسي ما تحقق، إذن هذا الثلاثة ما راح يشتغل. هنا صار عندي هذا موجب، إذن هذا موجب وهذا سالب. جاي أتكلم أنا على النيجاتيف سايكل، شرحنا بالأول على البوزيتيف سايكل، هسه راح نشرح على النيجاتيف سايكل، أوكي؟ على هذا الجزء. هذا الجزء اللي هو هذا بهالشكل، هذا على هذا الجزء بس، هنا صار سالب على السي وصار موجب على الدي، هو نيجاتيف سايكل بس انعكس، سالب على السي وعلى الدي موجب. إذا سالب على السي الثيرستر الأول راح ينطفي، الثيرستر الثاني تحقق الشرط الأول، مجرد ما أعطي بلس اللي هي هذه البلس راح أنطيها، ما راح أنطي البلس عند ألفا، راح أنطيها عند ألفا زائد باي، لأنه الثيرستر ماكو داعي أنطي عند نفس الألفا، يعني ماكو داعي أنطي، أنطي هذا عند الألفا وهذا أنطي فرق بيناتهم 180 درجة، قلنا أنطي باي زائد ألفا. فمجرد ما أنطي إشارة عند هذه الزاوية راح يشتغل الثيرستر، راح يشتغل الثيرستر، راح يمر تيار من الدي خلال الثيرستر وراح يروح حاليا، هذا أصلا مطفوق إنه ما يمر، راح يرجع يروح خلال اللود، يروح خلال اللود إلى الآن، هذا التيار راح يصير بهالشكل. هذا الفولتيشن راح تكون، راح تكون موجب هنا وهنا سالب، أيضا هذا دخول التيار وهذا خروج التيار، راح تكون هنا فولتي موجبة وهنا سالبة. هنا أنا صارت الفولتية على اللود بالحالتين، بالحالة بالبوزيتيف سايكل اللي هي بهالشكل، من كان مسارة بهالشكل كانت صارت هنا موجبة وهنا سالبة، يعني هذا دخول التيار. وخلال لما نشتغل الثيرستر الثاني خلال النيجاتيف سايكل أيضا هنا صارت هنا موجبة وهنا سالبة، فنلاحظ أنه هذه اللي هو هذا دائرة الريكتفاير اللي هو الفول ويف قوم للجزء الموجب البوزيتيف سايكل والنيجاتيف سايكل، واضح انه هذا الجزء قوم لي البوزيتيف سايكل والنيجاتيف سايكل. لذلك سمينا فول ويف. شنو معنى الفول ويف؟ انه الفول ويف المقصود به البوزيتيف سايكل والنيجاتيف سايكل مات الاشاره بيناتهم، راح انه اقدر اقاومهم، صارت عمليه تسميها فول ويف ريكتيفيكيشن. طبعا بالفول ويف ريكتيفيكيشن، بالفول ويف اكيد راح تكون فولتيه الاوتبوت الافرج والاعلى، ليش اعلى؟ لانه هذاك النوع كان فقط، يعني بالهالف ويف كان فقط عندي الجزء الموجب يتقاوم، الجزء السالب يلغي لانه الدايود يمرر باتجاه واحد، فكانت الفولتيه من اخر فرضا 220 على 2 تصير 110، لو فرضنا بهالشكل هذا تصير 110، وإذا أردت أغيرها أيضا الفارينج أنجل أخذها بدل يعني صفر خليها 30 أو 40 أو 90 راح تقلل الفولتية. هنا أنا بهذه الحالة قوم الجزء الموجب والجزء السالب، فصار عندي فولتية الأوتبوت أعلى وتقريبا قيمتها ضعف الهالف ويف. تبقى هنا أنا عندي التحكم، راح يتحكم بالألفا، مرة خليها صفر، مرة خليها 30، مرة إذا أردت أقلل الفولتية حتى تكون المتسعة، يعني سموثنج مركبة الدي سي، هذا حاليا دي سي بس لأنه باتجاه واحد، بس الدي سي هذا نسميها تشوب متقطعة، أربط على اللود متسعة، متسعة راح يصير عندي شحن، عملية شحن وتفريغ يعني بهالشكل، هذا متسعة راح يصير عندي شحن وتفريغ، فراح يصير عندي بهالشكل هذا كأنما خط دي سي، إذا ربطت قيمة متسعة عليه راح يصير عندي كأنما خط دي سي، أقدر أحصل دي سي، أوكي؟ هذه اللي هو عملية الريكتفاير اللي هو حول لي الأي سي إلى دي سي، هنا دي سي بهالشكل هذا، ممكن أربط متسع راح يصير عندي خط مستقيم إنه يصير سموثيك عن طريق إذا اختاريت المتسعة المناسبة له. هذه حاليا جاي أنا أشرح فقط في حالة R، أما إذا شرحت في حالة RL طبعا نفس مبدأ العمل، R قلنا انه الـ R بالبوزيتيف سايكل ثيرستر الأول راح يشتغل وراح يمر تيار بهالشكل هذا للود، والـ V output راح تكون موجبة خلال نيجاتيف سايكل اللي هي هذا الجزء، التيار راح يمر خلال الثيرستر الثاني يشتغل خلال للود، وأيضا البوتية راح تكون موجبة وهذا الثيرستر راح ينطفي. هذا في حالة R فقط R، أما في حالة RL، هنا RL وراح نشرح تفاصيل التيار، قلنا أنه لما نكمل الأنواع كلهم أشرح تفاصيل التيار. حالة في حالة RL المحافة قيمتها راح تكون نوعين، يا أما قيمتها small
قليلة أو قيمتها عالية. إذا قيمتها عالية هسه راح نشوف شنو الفرق بيناتهم. إذا كانت قيمة المحادثة جدا عالية، طبعا قلنا أنه إذا عندي محادثة راح يظهر لي جزء سالب. ليش جزء سالب؟ لأنه أكو شحنة للتيار، التيار بعد المحادثة ما فرغ شحنتها، راح تظهر بها شحنة، وأثناء التفريغ راح تنعكس الفولتية، وبالتالي أنه راح يظهر لي جزء سالب. هنا إذا كانت المحادثة قيمتها كبيرة راح يظهر لي جزء سالب، راح تكون قيمته ياخذ فترة، يعني المحادثة تاخذ فترة أطول إذا كانت قيمتها عالية، يعني تشحن تيار أكثر، وبالتالي تحتاج زمن أطول حتى تفرغ تيار، فبالتالي تبقى أنه في حالة المحادثة قيمتها عالية راح تبقى أنه المحادثة لما ينطفي الثائر السر راح أكو تيار تحاول تفرغ، راح ياخذ فترة معينة من الزمن يلا أنه يصير صفر. فإنه هذا الجزء المحادثة بالجزء السالب راح يظهر لي هذا يعني جزء، بس الحد الباي زائد ألفا راح ينطفي. لأن ليش ينطفي؟ العفو راح تكون قيمته صفر. ليش؟ لأنه راح يظهر لي الفولتية، الفارس الثاني راح يشتغل، يعني أنه حاليا خلال الجزء الموجب اشتغل الفارستر وصارت الفولتية على الأوتبوت بهالشكل هذا. عند الباي ايش راح يصير عندي؟ راح ينطفي الثيرستر الاول، الثيرستر الثاني بعده ما مشتغل، الثيرستر الثاني يشتغل عند الباي زائد الفا. لما اعطينا صح انه الفولتيه صارت عندي، صارت موجبه على الثيرستر الثاني، هذه خلال هذا الجزء صار من باي الى 2 باي، صارت على الثيرستر الثاني موجبه. انطفى الثيرستر الاول، الثيرستر الثاني المفروض يشتغل، بس شنو بعد ما مشتغل؟ لانه ما جايته اشاره فايرنج، اشاره فايرنج تجي لعند هذه النقطه. طيب المحادثة بعد بها شحنة، بها تيار، فتحاول تفرغ التيار راح يظهر الجزء السالب، وهذا الجزء السالب ياخذ فترة من معينة من الزمن. إذا كانت المحادثة قيمتها كبيرة هذا التفريغ مات التيار راح يصير ياخذ فترة معينة من الزمن، وبالتالي راح تظهر لي فولتية سالبة، هذه الفولتية بعد هي مستمرة بالجزء السالب. إذا كانت المحادثة كبيرة يشتغل الثيرستر الثاني والمحادثة يعني بعدها ما فرغ شحنتها، وبالتالي أنه راح نشوفها متصلة، يعني بعدها ما مفرغ شحنتها واشتغل الثيرستر الثاني وبالتالي ظهرت لي فولتية، فراح يصير عندي حالة نسميها كونتينيوس، يعني موجب سالب، موجب سالب اكو اتصال بيناتهم. فهنا حدود التكامل، من اريد اكامل راح اكامل من الفا، يعني من بالمقاومة شنو اكامل من الفا الى باي، هنا راح اكامل من الفا الى باي زائد الفا اذا كانت محافة كبيرة. والتيار مالته شو راح يكون؟ راح يكون بهالشكل هذا. التيار مالته هذا التيار في حالة المحادثة تكون قيمتها عالية، التيار مالته راح يكون بهالشكل حالة continuous. ليش؟ لأنه المحادثة جاي أنه قيمتها كبيرة فتشحن تيار عالي، فأثناء التفريغ جاي تفرغ شحنتها، بعدها ما فرغ شحنتها صارت صفر، اشتغلت فارس الثاني، يعني شوف لاحظ أنه هذه الحد الباي، بعد جاء تفرغ شحنتها يعني بعدها ما صايره صفر، اشتغل الثائر السر الثاني مباشره شحنت. تريد تحاول توصل للصفر اشتغل الثائر السر الاول، تحاول توصل للصفر اشتغل الثائر السر الثاني، فراح يظهر على اللود انه هذا الشكل هذا، انه التيار مستمر اللي هو هسه هاي هذه الفولتيه في حاله محادثه كبيره، وهذا التيار، هذا التيار نسميه كونتينيوس. وبعدين راح انه نتاكد من يعني نظريه، شلون اقدر اتاكد من الرسم بما كان عندي اوسيلوسكوب؟ اشوف قيمه الالفا قيمه الفاي، اذا الالفا اكبر من الفاي اقول انه كونتينيوس، اذا اقل لا ديسكونتينيوس. فهذه راح ناخذها ان شاء الله من اكمل الانواع. اذا هذه شرحنا في حاله المحادثة الكبيره، اذا كانت المحادثة قيمتها سمول قيمتها قليله، فقيمتها قليلة تشحن تيار قليل وبالتالي تحتاج زمن أقل تفرغ شحنتها. فخلال الجزء الموجب قلنا اشتغل الثائر السر الأول نفس الشكل، خلال الجزء السالب ينطفي الثائر السر الأول، المفروض يشتغل الثائر السر الثاني، بس الثائر السر الثاني يشتغل عند لما تجي له زاوية قدح أو إشارة على الكنترول اللي هي عند الباي زائد ألف، فهنا يلا تجي له إشارة. المحافة قيمتها قليلة، المحافة راح تفرغ شحنتها، يظهر الجزء السالب وبعدها تفرغ شحنتها، يعني هذا التيار مات المحادثة إذا كانت قيمتها قليلة، هذا التيار. فهنا التيار راح يصير صفر قبل لا أنه يشتغل الثيرستر الثاني، من صار صفر الفولتية صار صفر، يعني خلال فترة قليلة المحادثة فرغت شحنتها وصار صفر، بعدها يشتغل الثيرستر الثاني
وايضا يفرغ شحنته بالجزء السالب، المحافي تفرغ شحنتها ويشتغل في الريستر الاول اذا كانت المحافي قيمتها قليله. فهنا يصير عندي حاله ديسكونتينيوس، ليش؟ لانه التيار محافي تشحن وتفرغ وبعدها يصير صفر، لو تشحن وتفرغ يصير صفر، فهذه نسميه حاله ديسكونتينيوس، يعني التيار متقطع، بينما اذا كانت قيمه المحافي كبيره يكون كونتينيوس. بس بالحالتين جاي يظهر الجزء السالب. هذا الجزء السالب احاول اتخلص منه ايضا نربط فري ويلينج دايود. هسه قبل لا نربط فري ويلينج دايود، اذا كان ما عندي فري ويلينج دايود اريد ان اكامل، راح اكامل في حاله فقط مقاومه. حتى طبعا اذا في حاله مقاومه مش راح اكامل من الفا الى باي، وفي حاله مقاومه محافه كبيره راح يكون من الفا الى باي زائد الفا، في حاله مقاومه قيمتها قليله راح يكون من الفا الى بيتا. ففي حاله الار راح طبعا بس الاوتبوت الافرج، التيار ما راح اخذه، في حاله الار بي اوتبوت افرج راح يكون من الفا الى باي، قلنا انه حسب الرسم من الفا الى باي، راح يكون عندي في ام على باي 1 زائد كوساين الفا. ليش في ام على باي؟ لان هنا عندي بالهالف ويف كنا نقول 1 على 2 باي، اوكي؟ من الفا الى باي، بالفل ويف صارت عندي موجتين، راح اكامل من الفا الى باي زائد من باي زائد الفا الى 2 باي، او شكامل بما انه انا اقول 1 على 2 باي من الفا الى باي نو زائد من باي زائد الفا الى 2 باي، راح اكامل هذه الفتره، هي هذه الفتره نفسها، فاشرح واضربها في اثنين، فاشرح اقول 1 على 2 باي اللي هو بالرسم هذا، 1 على 2 باي اكامل من الفا الى باي نو زائد من باي زائد الفا الى 2 باي، او اكامل من الفا الى باي واضربها في اثنين، هذه اضربها في اثنين، الاثنين راح تختصر واي اثنين، راح يصير عندي اللي هي فقط 1 على باي، فظهر عندي فقط 1 على باي، راح يصير عندي في ام على باي، هذه في حاله الفول ويف في ام على باي، بينما في حاله الهالف ويف راح يكون عندي في ام على 2 باي. بما انه فقط مقاومه التيار اقدر اقول شنو مباشره اي اوتبوت افريج، ايش راح يكون عندي في اوتبوت افريج على ار، وال الار ام اس، الار ام اس هذا تيار الفولتيت الار ام اس هذه واجب عليكم تشتقونها، نفس اللي اشتقيناه في حاله الفل، بس هنا راح يكون عندي اثنين بالمقام اثنين. في حالة ار ال والمحافة قيمتها عالية، هذا الرسم في حالة ار ال والمحافة قيمتها عالية، ايش راح يكون التكامل مالتي؟ راح يكون التكامل مالتي من الفا الى باي زائد الفا، ومن باي زائد الفا الى 2 باي، فراح اكامل فقط من باي، العفو من الفا الى باي زائد الفا واضربها في اثنين. ففي حالة محافة قيمتها عالية في اوتبوت افريج 1 على باي، لانه هنا قلنا اثنين تختصرت ويا اثنين، من الفا الى باي زائد الفا ساين اوميجا تي، فايش راح يكون عندي 2 في ام على باي كوساين الفا، هذا في حالة المحافة قيمتها عالية. اما في حالة المحافة قيمتها قليلة، هذه راح يكون التكامل مالتي من الفا الى بيتا، والبيتا بعدين راح نحسبها شلون لها نيوماريكالي، راح نحسبها ناخذ لها طريقة معينة نحسب بها البيتا قيمتها. فالفي اوت بوت افريج في حالة المحافة قيمتها قليلة راح يكون من الفا الى بيتا، فراح يكون عندي في ام على باي كوساين الفا زائد كوساين بيتا. هذا كل ما يخص اللي هو حالة السنتر تاب شرحناها، الفول ويف باستخدام سنتر تاب. بعدها قلنا انه شلون نتخلص من الجزء السالب، راح نربط اللي هو الفري ويلينج دايود، ناخذه المحاضرة القادمة ان شاء الله، وبعدها ناخذ الفول بريدج ريكتفاير.